فمع منزلة من منازل الإيمان على طريق السلوك إلى الله عز وجل، سلوك الكتاب والسنة، سلوك الهدى والتقى والصلاح والعفاف بإذنه عز وجل. وهذه المنزلة التي نتحدث عنها اليوم هي من أهم منازل المؤمن الثابتة إلى ما شاء الله، التي لا يجوز لمؤمن أن يغادر النظر إليها ولا طرفة عين، مذ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يلقى ربه على ذلك. فهي الطريق المستقيم الذي ثبت الدعاء بمقتضاه في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فكانت ضمن سورة الفاتحة التي هي سورة الصلاة وأم القرآن والتي لا صلاة بدونها. فيتبين إذن أن المنزلة المقصودة هي منزلة الاستقامة، منزلة الاستقامة. ومنزلة الاستقامة هي رغم وضوح معناها العام هي أيضا من ألطف منازل الإسلام، أعني باللطف هاهنا ما قد يبدو على معناها من الخفاء بسبب البعد عن قواعد الاستقامة وبسبب البعد عن مفاهيم القرآن الكريم وألفاظ الحديث الشريف. فالاستقامة إن كانت تدل من حيث اللغة على أن يقوم الإنسان بالطريق قياما غير ذي عوج، لا يميل يمنة ولا يسرة ولا ينحني إلى أمام ولا يتهادى إلى خلف، فإن ذلك موذن بمعنى شرعي ألطف. يعني المعنى ديال الاستقامة من حيث اللغة أن بنادم مقاد مستقم، مقاد ما معوش، ليس له إعوجاج ولا عوج. وهذا المعنى اللغوي يوذن، يعني يعطي واحد الإشارة إلى معنى شرعي لطيف، حينما يدركه المؤمن ويلتزمه يكون بإذن الله من الناجين، من الثابتين إذا بدل الناس، ومن المقبلين إذا أدبر الناس، ومن الآمنين إذا خاف الناس. وهذه تراجم معنوية لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، سنأتي على ذكر ما يمكن ذكره منها بحول الله. حينما جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة جامعة مانعة، قل آمنت بالله ثم استقم، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يعني من الجمل اللي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كامل في كلمتين ورابط: آمنت بالله استقم. جزء الجملات مهمين: آمنت بالله استقم، والباقي بعد ذلك روابط لها دلالتها في هذا السياق. قل آمنت بالله ثم استقم. من هذا الحديث نعبر بحول الله عز وجل إلى الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات. ولذلك قلت يأمنون إذا خاف الناس. الآية والحديث كلاهما له دلالة عجيبة على طبيعة هذه الاستقامة التي ينبغي أن نحصلها لنستفيد من الأمن والسلام في الدنيا وفي الآخرة. وإذا أمن المؤمن واطمأن قلبه على عبادة الله سلك إلى الله عز وجل في جو من الأنس والشوق واللطف، وهذا مما ينبغي للمؤمن أن يحصله في قلبه. في الآية كما ذكرت كما في الحديث هناك لفظتان استعملتا للربط اللغوي لكن على دلالة خاصة متميزة. الأولى قل، فعل الأمر، والثانية ثم. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا، قالوا ربنا الله ثم استقام. ومعلوم في العربية أن ثم هذه تفيد الترتيب،
وأن ما بعدها ليس هو الذي قبلها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم، يعني أنهم فعلوا شيئا، رقم واحد وهو قالوا ربنا الله، وفعلوا شيئا آخر رقم اثنين وهو استقاموا، فهذا من دلالة ثم، يعني أن استقاموا هذه ليست هي قولهم ربنا الله، بل لها معنى زائد، ولو لم تكن فيها زيادة معنى لما صح في اللغة أن تكون ثم، أن تستعمل ثم هذه ثم بعد ذلك وقبل ذلك، لما جاز أن تكون عبارة زائدة في القرآن الكريم، ولا شيء زائد في القرآن الكريم، لا زيادة في كتاب الله. كتاب الله كامل شامل جامع مانع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلا يمكن إذن أن نتبين معنى الاستقامة إلا بعد تبين ما قبلها، لأن هذه ثم ألزمتنا أن نعرف الألف لنتمكن من معرفة الباء. ما يمكنش تعرف الباء إلا ما عرفتش الليف، ما يمكنش تعرف اثنين إلا ما عرفتش واحد، في المنطق وفي الواقع وفي الكتاب والسنة قبل ذلك وبعده. أما قالوا ربنا الله أو قل آمنت بالله، ففيه كما هو معروف شهادة واعتقاد، لكن الشهادة والاعتقاد ها هنا فيه إبراز لمعنى هام ما ينبغي لمؤمن أن يغفل عنه ولا أن يتكاسل عنه، وذلك إعلان الإيمان، إعلان إشهار الإيمان. قل، لو لم يكن القول والإعلان مقصودا لكان يمكن أن يتخفف الكلام بإسقاطه، يعني كان ممكن لكل ما كان شهادك قل مقصود لذاته، يجي آمن بالله ثم استقم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ما يقول له شيء، قل آمنت بالله، يقول له آمن بالله ثم استقم، ولكن قال له قل آمنت بالله، فهو يترجم عن الله قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله. فكان يمكن لو لم يكن القول مقصودا أن يعبر بما هو أقل، والقرآن أفصح كلام وأوجز كلام وأبلغ كلام، فيكون إن الذين آمنوا استقاموا، ولكن قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله قال. فالقول إذن تلفظ وإشهار وإعلان وتصريح، أما آمنوا فهو اعتقاد باطن قد يعلم عنك وقد لا يعلم. الإيمان شي حاجة في القلب، شي حاجة يمكن ما تبانش من حيث الاعتقاد. هذا كنت أتكلم عن الإيمان بمعنى العقيدة، إلى واحد العقيدة ديالو سليمة وواحد العقيدة مخربة، إذا كان كلاهما قد اعتقد ما اعتقد ولم تتح لك فرصة لمعرفة أعماله، ما غتعرفوش شنو عنده في قلبه، لأن الإيمان كل الإيمان لا يكون إلا غيبا غيب. وهذا لا ينقض عقيدة السلف أن الإيمان قول وعمل، ما بتنقضي. فالإيمان من حيث الاعتقاد أمر باطن، ومن حيث الآثار سلوك وعمل. نحن نتحدث عن الإيمان من حيث الاعتقاد لأنه قصد في الآية، أما من حيث العمل فهو اللي جاء من بعد ثم استقاموا. ما استقاموا هذه؟ استقاموا على الاعتقاد عملا وسلوكا، وسيأتي بيان ذلك بحول الله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، أمور كلها لا يمكنك أن تحاكم أحدا على حقيقتها من حيث ما يعتقد في ذهنه، أمور مغيبة في صدر الإنسان في قلبه، كما في الحديث هل لا شققت عن قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق ذلك وكذبه غيب. ولذلك قال عز وجل ها هنا إن الذين قالوا، فطلب من المسلم أن لا يكتفي باعتقاد ما يعتقده في قلبه وحسب، بل وجب عليه أن يعلن ذلك في الناس، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الملأ. لو أسلم كافر من كفار اليوم أو كما هو قد وقع في التاريخ، لا طلب منه أن يعلن إسلامه إعلان. فإعلان الإسلام
الإشهار، يعني يعرفوك الناس مسلم، هذا قصدون من مقاصد الشريعة، مطلوب الإعلان. اللهم إلا إن رخص في حال من الأحوال لضرر واقع غالب راجح، إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الإكراه حالة خاصة، الإكراه رخصة يترخص بها استثناء من أصل العزيمة، بحال وضوء مع التيمم، بحال وضوء مع التيمم الأصل أن يتوضأ الإنسان، والتيمم حالة طارئة تتعلق بظروف غير طبيعية، مرض، فقدان الماء، الخوف إلى وصوله، إلى غير ذلك مما قرره الفقهاء. من ها هنا إذن كان الأصل في الإيمان، العزيمة ديال الإيمان، الإعلان، أما الإخفاء فهو رخصة تتقيد بالإذن، لأن الترخص متعلق بعدم الاستطاعة، بعدم الاستطاعة، ووجب على المؤمن أن يحقق عدم الاستطاعة. ما يحقق عدم الاستطاعة؟ يحقق عدم الاستطاعة بمحاولة الفعل، فإن عجز آل إلى الرخصة حينئذ. فكذلك مطلوب من المؤمن ابتداء أن يعلن إيمانه وإسلامه، حينما يعلن ذلك قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، إن الذين قالوا ربنا الله، يعلن ذلك معناه أنه يشهد الله والملائكة ويشهد نفسه ويشهد الناس أجمعين على أنه مسلم. هذا إقرار والتزام، هذا عقد، عقد من العقود، وثيقة التزم بها، فهي تلزمه إلى يوم القيامة. فإذا ما كان ينبغي له أن يخفي إلا إذا أكره، أو إلا إذا اضطر في أي صورة من صور الاضطرار بالإكراه أو بغيره. حينما يعلن ذلك ويصبح حينئذ إسلامه عقدا، عقد، عقدا، حينما يصبح إسلامه عقدا، فالعقد فيه التزام كأي عقد من العقود في المعاملات وفي المناكحات وغير ذلك من العقود المعروفة في الفقه، يلزم طرفا أو طرفين. فها هنا إذن العبد، الإنسان حينما يسلم ويعلن إسلامه فهو قد التزم بنص وبعقد. ماذا بقي بعد ذلك؟ بقي أن يوفي بشروط العقد، وهو الميثاق الذي اعتقده الإسلام. إذن قوله عز وجل ثم استقاموا، من بعد ما يحصل تحقيق العقد في القلب ويعلن على الملأ، ترتب عليه حينئذ أن يلتزم ببنوده ونصوصه، وهو قوله ثم، ولذلك أفادت ثم الترتيب، لأن الاستقامة ترتبت عن كونه قال ربنا الله، لو لم يقولها لما ترتب عليه أن يستقيم، على ما يستقيم حينئذ؟ ثم استقاموا مفهوم تتمة الآية كما الحديث، استقاموا أو استقم على ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على مقتضى قولهم ربنا الله، قل آمنت بالله ثم استقم على مقتضى ما التزمت به من قولك آمنت بالله. النتيجة التي وصلنا إليها إذن أن الاستقامة هي تصديق وصدق. تصديق لمن؟ لنفسك، أنت قلت آمنت بالله، هؤلاء قالوا ربنا الله، فأحد أمرين، إما أن يصدقوا فينفذوا مقتضيات العقد، وإما أن يخالفوا فيكونوا من الكاذبين. فالاستقامة في جوهرها صدق مع النفس وصدق مع الله عز وجل، تصدق نفسك، إن كنت مستقيما فأنت مصدق لنفسك، إن لم تستقم فقد كذبت نفسك، شهدت على نفسك بالكذب والنقض لعهد الله عز وجل الذي أخذه عليك فأقررت به. أنت قلت آمنت بالله، أنت قلت ربنا الله، فينبغي أن تصدق في قولك، وإنما صدق القول العمل، ها هنا تتم العقيدة، الإيمان قول وعمل، صدق القول العمل، وكذب القول العمل، يعني العمل بمخالفة القول. ولذلك كما قلت في بداية الكلام،
الاستقامة هي من ألطف المعاني في منازل السير إلى الله عز وجل، لأنها يتعلق بإحساس قلبي هو الصدق. الصدق، وإنما الصدق إخلاص الفعل في القول، تخلص أفعالك بناء على مقتضيات أقوالك فتطابق بين القول والفعل. وها هنا محط الاجتهاد، يعني الاجتهاد أن يجتهد المؤمن في تصديق نفسه، فقد سبق منه التزام بين يدي الله الواحد القهار، سبق منه التزام أعلن على الملأ، قال آمنت بالله، شهد أن لا إله إلا الله. ومن ها هنا قال مجاهد في التفسير، وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال في شرح وتفسير الاستقامة: هي إخلاص على شهادة أن لا إله إلا الله حتى تلقى الله، هي إخلاص على قول شهادة أن لا إله إلا الله حتى تلقى الله، أو كما قال رحمه الله: فأنت تقول لا إله إلا الله، تقر وتلتزم لله بميثاق غليظ عظيم، فما مقدار استقامتك على قولك؟ ها هنا تتبين مسافة الصدق والكذب في سلوكك وأعمالك. وإذا كان ذلك كذلك، فالمؤمن إذن يشعر أنه مطلوب منه أن يحقق الاستقامة في كل وقت وحين، لأن الإشكال أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعطتك صفة الإسلامية، بها كنت مسلما، وإذ كنت بها مسلما فأنت إذن اتصفت بصفة هي كونك مسلما، وهذه الصفة تلازمك ليل نهار، أنت مسلم الصباح وبالعشية وغدا وبعد غدا، أنت كذلك مستمر ما دمت مقرا بالتزامك ولم تنقضه بقول أو بعمل. وهذه الصفة التي هي مسلم كل يوم تحتاج منك إلى استقامة، يعني كل يوم تحتاج منك إلى تصديق، كل يوم تحتاج منك إلى تصديق، إلى مجهود تبذله، إلى اشتغال تشتغله، ولا يكون هذا الاشتغال إلا الوقوف على حدود الله عز وجل، لأن الله لم يترك سدى ولا هملا، بل رسم لك الطريق مستقيما من بداية التزامك وإقرارك وقولك ربنا الله إلى غاية لقائك الله، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، طريق واحد مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لأن الإنسان حينما يتوب يقلع عن الانحراف، يقلع عن الاعوجاج، ويدخل الطريق المستقيم، يستقيم عليه ويجدد العهد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت إن الله عز وجل رسم لنا حدودا، حد لنا حدودا، وهذه الحدود هي الإسلام وهي الإيمان، ومعالمها ظاهرة بارزة، ما على المؤمن إلا أن يستقيم عليها. أصولها شهادة أن لا إله إلا الله، وبينت أكثر من مرة أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم على كمالها وجمالها إلا بمعرفة الله عز وجل، وذلك زبدة التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كل ذلك يرمي في نهاية المطاف إلى حسن معرفة الله، معرفته في ربوبيته وأسمائه وصفاته وجلاله وجماله عز وجل، ومعرفته ذوقا ووجدانا بإخلاص العبودية له، وذلك توحيد الألوهية. فالاستقامة على قولنا ربنا الله، أو على إن الذين قالوا ربنا الله، أو على قل آمنت بالله، الاستقامة على ذلك تتطلب أساسا أن يقصد المؤمن التعرف على ربه، يقصد إلى ذلك قصدا ويجتهد فيه اجتهادا، يتعلمه، يتذوقه، يسعى إليه، كل ذلك مطلوب في معرفة الله. يتعلمه أي يتعلم العلم بالله، يتذوقه يتذوق معاني السير إلى الله عز وجل، معاني معرفة الله سبحانه
يتذوق ذلك، يبحث عنه بقلبه، كيف يجده في حاجاته المختلفة، إذا احتاج إلى رزق، وإذا احتاج إلى شفاء، وإذا احتاج إلى حماية. والمؤمن بل الإنسان محتاج أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء. الإنسان كل الإنسان مؤمنه وكافره مؤبد الفقر، حوائجه لا تنقطع ولا تنتهي. ضعفك أيها الإنسان ثابت من أصل الخلقة، ثابت من أصل الخلقة، لأن الإنسان خلق ضعيفا، فضعفه هو من أهم دوافع سيره إلى الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه. يسير إليه رغبا ورهبا، يرغب فيما عنده من خير ويرهب مما عنده من ضر، لأن الله هو الذي ينفع وحده وهو الذي يضر وحده، النافع الضار سبحانه. فمعرفة الله عز وجل قصد من مقاصد العقيدة، ينبغي علينا أن نجدد هذه المعاني في قلوبنا وفي سلوكنا. ولا يعرف الله حقا إلا من شعر بالحاجة الدائمة إليه، لأن الإنسان إذا غفل والعياذ بالله استغنى، وإذا استغنى طغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى باستغنائه عن الله، واستغناؤه عن الله لا يقع إلا بغفلته، لأن الغفلة جهل. والعالم بالله والعارف بالله حقا وصدقا لا يستغني أبدا عن ربه، لأنه يعلم أنه فقير أبدا، أنه محتاج أبدا، وأن لا غنى له إلا بالله، لا غنى له في ماله إلا بالله، لا غنى له في بدنه إلا بالله، لا غنى له في جاهه إلا بالله، لا حول ولا قوة له إلا بالله. فذلك الغنى الحق، وما دونه فالفقر الذريع. من كان يؤمن بهذه العقيدة فلا يمكنه أبدا أن يستغني عن ربه أو أن يطغى. إذن هو دائم التذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، دائم التذكر والتدبر والتفكر، حتى يجد في قلبه أبدا، يجد إلى الأبد الرغبة والحاجة التي تجعله فعلا يشعر ويستشعر أن لا إله إلا الله حقا. حينما يشعر المؤمن بذلك فهو يحقق إسلامه كل يوم ويكون من الصادقين. إذن تم كين صدق حقيقي، لأنه لا يستطيع إلا أن يسلك عبر الطريق المستقيم، فيطلب السداد والرشاد والثبات عليه، اهدنا الصراط المستقيم، ويستقيم كما أمر الله، فاستقم كما أمرت، أي بالحدود التي حدها الله عز وجل، حدود الطريق. فكأن الإسلام طريق واضح الحدين، حل شي طريق على سبيل التشبيه والتمثيل بين العلامات ديال الجانب الأيمن، الرصيف الأيمن، وعلامات ديال الرصيف الأيسر، وهذان الرصيفان كلاهما يؤدي إلى هاوية وانحرافات، والوسط هو الطريق المستقيم. مستقيم أي لا انحراف فيه ولا اعوجاج، لا إلى يمين ولا إلى يسار ولا إلى تحت، يعني ليس فيه حفر، مستقيم موطئ معبد. فترى أمامك النور الهادي إلى الله عز وجل، وما دون ذلك من التفات إلى يمين أو يسار أو خلف إلا الظلمات. وهذه الطريق التي يسلكها المؤمن إذ ينشد إليها ويثبت عليها بالحدود التي ذكرت والعلامات التي ذكرت، فأولها وإمامها معرفة الله عز وجل بتصحيح العقيدة فيه سبحانه، وبالسعي إلى اكتساب ذوق أسمائه الحسنى، يعني يدرك بقلبه ما معنى أن الله هو الرحمن الرحيم، وأنه الملك القدوس، وأنه السلام المؤمن، وأنه كل ما ذكر وما ذكر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام مما ثبت من أسمائه وصفاته. لا يحفظ ذلك حفظا ويستظهره استظهارا وحسب، ولكن يقف عليه سلوكا وعملا، ثم استقيم، أي استقيم على تلك المعاني، فلا تزعزعه الآفات ولا الضلالات، يبقى على ذلك ثابتا
إذ علم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعلم أنه الملك السلام، وعلم أنه القهار الجبار، وعلم أنه النافع الضار، وعلم أنه المحيي المميت، إذن يكون من الآمنين، لأنه إذ يأمن أن لا خير يصله إلا من الله وأن لا ضر يصله إلا من الله، يأمن حينئذ كل ضلالات الخلق وكل إذايات الخلق. استقيم على هذا أولا، استقيم عليه ويثبت عليه، ثم استقيم ويستقيم على ما بين الله عز وجل من مراقي الصعود، يعني أعمال البر، المراقي التي يترقها المؤمن يصعد بها درجات ويسلك بها إلى الله عز وجل، يسافر بها. من خاف أدلج، والإدلاج كما ذكرت مرارا السفر بليل، ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب أي كمسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كما ثبت في الحديث الصحيح. أهم هذه المراقي المواقيت، وهي من أعز المطالب في الاستقامة. نبغى يحقق الاستقامة فعلا يتذكر الأوقات، ولما أقول الصلوات قلت الأوقات، لأن الصلاة عام في التائبين عموما، أما الاستقامة التي هي من أعلى الدرجات. راه قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ضبط ضبط ما أقررت به ضبطا تاما، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال المفسرون يكون ذلك عند الموت وليس بعد الموت وحسب، يعني الإنسان يموت يرى بعين عالم الغيب من الآخرة، ويرى بأخرى عالم الشهادة ممن حوله أحاطوا به من أهله وعشيرته، وهنالك يرى الابتسامة تدب في قلبه من تبشير الملائكة إياه. هذا أمر عظيم وكرم كريم، فلا تكون الاستقامة بهذا المعنى إلا منزلة عالية رفيعة عند المولى الكريم. ولذلك قالوا الأوقات، ويعبر أهل الصلاح والتربية استنباطا من هذا المعنى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، استنبطوا منه واحد المعنى لطيف في التربية، وقالوا إذا وصفوا رجلا بالصلاح من باب التعديل، إذا بغوا يعدلوا شي واحد من العدالة مقابل الجرح، يقولون فلان له أوقات، فلان له أوقات، لأن الوقت وهو منزلة من منازل الإيمان، لأن الوقت الحق الذي لك إنما هو الوقت الذي قضيته مع الله، هذا هو الذي لك، أما الذي قضيته شاردا عن باب الله فهو عليك ليس لك. فإذا قالوا في رجل رباني من الربانيين أو الصالحين فلان له أوقات، أي كثير البقاء في حال الصلاح والبسط والإقبال على عبادة الله وطاعته. وذلك شأن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ذوي أوقات وليس صلوات وحسب، بل أوقات، وذلك مقتضى قولهم في شرح الاستقامة أيضا، أن يجدك الله عز وجل حيث طلبك ويفقدك حيث نهاك. فأما أن يجدك حيث طلبك فأول ما يتبادر إلى الذهن مواعيد الصلوات، يا مواعيد مقدرة بأوقات، طلبك في وقت محدد، فإما أن تكون شاهدا فأنت من الشاهدين، وإما أن تكون من الغائبين وتسجل غيبتك في الصحف. ليس عبثا أن يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير ما يعمل المؤمن من أعمال الإسلام الصلاة. في أمور الأعمال إذا سلم الاعتقاد، وهو أمر قلنا وجداني باطن، فمن حيث الأعمال رقم واحد من حيث الأعمال الصلوات الخمس، والاستقامة على الصلاة إنما يقع بالتزام الأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي فريضة كتاب، لكن طبيعة الفريضة هذه طبيعة وقتية، فكأنه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين وقتا، هذا تفسير للآية، وقتا
أي الصلاة وقت، وقد بينت أيضا أكثر من مرة أن الصلوات الخمسة سميت بأسماء الأوقات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، هذه أسماء في العربية لأوقات زمانية، وهي عند جميع الناس في جميع اللغات من حيث الألفاظ دل على مواقيت لا على صلوات. فحضور المؤمن في الوقت لأداء صلاته استقامة، وغيابه عن الوقت وإن أدى الصلاة بل إن قضى الصلاة، لأنه إذا غاب الوقت إنما يكون من القاضين لا من المؤدين، كما قال الفقهاء يسمون الصلاة بعد وقتها قضاء وفي وقتها أداء. فالاستقامة إذن في الأعمال الأداء، ولا يكون القضاء حينئذ إلا بعذره، كما هو في العقيدة، كما قال الله عز وجل مما ذكرنا إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كذلك هنا في الصلوات وسائر الأعمال الواجبات والمندوبات من رمضان وغيره لا يقضى إلا بترخص، ولا يسلم القضاء إلا برخصة، لا ينبغي أن يخرج الفعل عن وقته إلا بإذن، وهذا الإذن هو الرخصة. ومطلوب حينئذ تحقيق عدم الاستطاعة، كما قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، يجب تحقيق عدم الاستطاعة، يعني أنه بعض الأحيان الإنسان قد لا يستطيع الصلاة في وقتها أو لا يستطيع الوضوء، يقول لك باش نعرفه وتعرف أنت بأنك لم تستطع، حقق عدم الاستطاعة، يعني تأكد باللي راك ما قدرتش. نمتلو بالوضوء، نط صباح حليت الروبيني ديال الماء ما كاين ماء، ماشي تمشي تجري للتيمم، قلب على الماء، هذا هو تحقيق عدم الاستطاعة. فكر ياك ما عندك شي سطل مخبى، عندك شي بيدو في الطوموبيل، كاينه سقايا في الزنقة بينك وبينها 50 متر، كيف تمشي تيمم بسرعة؟ حقيق عدم الاستطاعة، يجب تحقيق عدم الاستطاعة ليكون القضاء مقبولا، وإلا فمطلوب منك الأداء، يعني تأدي في الوقت. فالفعل في الوقت أداء وبعد خروج الوقت قضاء، وإنما الاستقامة الأداء لا القضاء، إنما الاستقامة الأداء. وخير ما يؤدى وأشرف ما يؤدى وأعلى ما يؤدى الأوقات، الأوقات. إذن بعد تحقيق قصد التعرف على الله عز وجل بتوحيده سبحانه وتعالى والسعي إلى تعلم ذلك ذهنا ووجدانا، حقق أوقاتك. أنت عندك مواعيد مع الله عز وجل، كيما لما كيكثر عليك الشغل من المواعيد ديال البشر كدير مذكرة لجندا وتسجل فيها الساعة الفلانية التاريخ الفلاني النهار الفلاني عندي موعد مع فلان، هذا مهم ما خصنيش نسقلو، هذا كذا هكذا. كذلك لك مواعيد مع رب العالمين طلبك فيها طلبا جزما، والحمد لله هذه المواعيد يسرت، كل التيسير يسرت بالأذان حيثما حللت وارتحلت، يذكرك بالموعد بالوقت ربك هنالك سبحانه كما يليق بجلاله وجماله ينتظرك. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، خصك تمشي تناجي مع مولاك اللي خلقك في صلاتك، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تتقرب إذن تسعى إليه سبحانه. الأذان في كل مكان ومن كل مكان يملأ المدن والقرى والمداشرة، يناديك للوقت وإلى الوقت. مذكرات الصلوات منتشرة في كل مكان، نظارة الأوقاف طبع، المحسنون يطبعون، متطوعون يطبعون مواقيت للصلوات في كل مكان، إلا من أبى، غير اللي ما بغاش يديرها في جيبه ويعلقها في طوموبيلته ويحطها قدام المكتب ديالو ويديرها في باب الدار ديالو، فيعيش على إحساس بالوقت ويضبط المواعيد مع رب العالمين، مواعيد الخير، مواعيد الإقبال والقبول، مواعيد التقرب، مواعيد الجمال، ويكون حينئذ من المستقيمين، ممن التزم واستجاب وصدق إذ قال ربنا الله. هذا أول صفة من صفات الاستقامة، من بعد قولنا ربنا الله، من بعد القول والإعلان والإشهار والالتزام الذي يقتضي التعرف على الله عز وجل والتعريف به، من بعد كل هذا أول علامة وأمارة تدل على استقامة المستقيم صلاته. وكان أهل الحديث في الزمان السابق
لا يأخذون الحديث عن رجل حتى ينظروا إلى صلاته، لأنه إن حافظها كان لما سواها أحفظ وهو الحديث، وإن ضيعها كان لما سواها أضيع. وهذه رسالة أرسلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمال الأقاليم، وهي صحيحة موقوفة على عمر، يعني رسالة من المسند إلى عمر الموقوف عليه بسند صحيح، رواها ابن حبان في صحيحه، وذكرها غير واحد من نقاد الحديث، وذكرها أيضا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند متصل إلى عمر رضي الله عنه. كتب إلى عماله يقول: واعلموا أن أهم أمركم عندي، أفروي أموركم، واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظها أو حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. واعلموا أن أهم أمركم، شنو هو الأمر؟ الأمر ديال تسيير الدولة، الأمر أولو الأمر. واعلموا أن أهم أمركم، فالعمل الإداري ديال المؤسسات ديال الدولة أهم شيء فيه عند عمر صلاة الوالي، فإن حافظها كان لما سواها أحفظ، وإن ضيعها ضيع دينه، أي كان لما سواها أضيع، فمن ضيع حق الله كان لحق المخلوقين أضيع. إذا كان هذا متعلقا بولاة عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فما بالك حينئذ بالخلائق أجمعين؟ لأن شكون هم ولاة عمر؟ صحابة. إنما كان يولي في غالب أمره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا موسى الأشعري وعمرا بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وأضرابهما من الصالحين، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم كثير من الصحابة الأجلاء. هؤلاء جعل أهم شيء إداري يلتزمون به الوقت، لأن الإدارة من أهم ضوابط العمل الإداري، وهذا معروف في علم الإدارة المعاصر، تدبير الوقت، وخير ما يدبر الوقت فيه تدبير الوقت مع رب العالمين، الوقت الذي التزمنا فيه مع رب العالمين. إن لم نحسن تدبير هذا فوقت الخلائق أضيع حينئذ في تدبيرنا، ولا بركة في وقت خرجت عن برنامجه الصلاة، أي برنامج على العموم والشمول وبالإطلاق وبلا استثناء ولا تخصيص، أي برنامج عمل ما فيه شيء حظ ديال وقت الصلاة، برنامج لا بركة فيه، ما عمر ما تطلع البركة في شي خدمة تبرمجها 24 ساعة 24 ساعة ولا النهار كامل، وقت الصلاة ما مبرمش عندك، كنت فردا أو جماعة، واحدا أو مؤسسة، عامة أو خاصة، كن ما شئت، فإن لم تبرمج في حياتك ووظيفتك وعملك مواقيت الصلوات فلا بركة في عملك. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذه صيغة الحديث الذي قلنا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك يستقيم المؤمن المستقيم بعد هذه على مداومة تدبر الرسالة القرآنية، من العواصم من القواصم، مما يعصم المؤمن من القواصم التي قد تنحرف به عن الصراط المستقيم، الكتاب، كتاب الله عز وجل، كتاب الله الذي هو رسالة الله إلى العالمين، وأكرم بها من رسالة، وأعظم بها من رسالة، فينبغي لمؤمن أن ينسى أن هذا الكتاب كلام الله، يجب أن يعيش هذا المعنى وهذا الإحساس في وجداننا كل يوم، ننصرف عنه لنعود إليه، يعني من اللي تكمل منه تحطه باش تولله وليس لتنقطع عنه، يجب أن تصحبه وتصاحبه حياتك كلها. القرآن الكريم أيها المؤمنون شيء عظيم جدا، سر غريب جدا، بلسم، شفاء، هداية، حماية لإيمانك والاستقامتك من أن تضيع في الضلالات والظلمات. عاشر القرآن الكريم، عاشروه، إنه لمن المصائب أن تدخل بيتا مسلما في بلد المسلمين ولا تجد فيه مصحفا، هذه كارثة من الكوارث. يعني ونتعجب فعلا بعض الناس اللي يقرأوا شوية من أهل العلم بالمعنى الحديث لهذه الكلمة،
يدخل المكتبة ديالو فيها من كل فنين طرف إلا المصحف. هذه مصيبة هذه. علاش ما عندوش المصحف؟ مخو ما فيه شيء المصحف، وجدان ديالو ما عندوش اهتمام بذلك، وهو أعظم بكثير من أن ينسى. هذه راه رسالة الله رب الكون إلى كل بشر خلق في هذا الكون، الرسالة الكونية الكبرى تغيب عنها، تغيب عنها خبرا وخبرا، إذن أنت من الهالكين. ما سيخبر للرسالة التي جاءت من عند الله تطرق بابك وتأمرك وتنهاك وتحد لك الحدود وتبين لك وتكشف لك وتخبرك وتهديك وترشدك وترشدك. لا ينبغي أبدا لمؤمن يعتقد بأن هذا الكلام الذي هو القرآن كلام تكلم به الله أن يغفل عن تدبره وقراءته وتلاوته. هذا عاصم من العواصم، معلم من المعالم في الاستقامة. إذا انضبط المؤمن إلى الوقت فعليه أن يصحب القرآن حتى يجد شوقا كل مرة للعودة إلى الوقت، ليخليك تولي الوقت بشوق وبرغبة وبرهبة. معاشرة كلام الله، الإنصات إليه، تدبره، تلاوته ولو قليلا، غير ما تخطيه كل يوم. صحيح السنة أن تختم القرآن في كل شهر مرة أو كل 40 يوما كما في حديث آخر، ولكن ما نديروش واحد الخدمة أنه اللي ما قدرش يوصل لهذا الندب العظيم كي يتركه في خطرة، ما ينبغي له أن يترك ذلك البتة ينقطع في خطرة، لأن لنا حديثا يستدرك على سبيل الإعانة وسبيل الإنهاج للنهج الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه إذ لم يستطع أن ينال العزيمة الأولى. يعني اللي ما قدر شيء يطبق الشكل الأول، فعليه أن يقرأ ما تيسر، فقرأوا ما تيسر منه، هذا كتاب الله. ولو آية كل يوم، آية في النهار، وما تقلش شيء بلاش، ولو آية كل يوم. ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، فلا أن تقرأ القرآن شهرين أو ثلاثة أشهر، يعني تكمله كل شهر، تختم الشهر الأول وتختم الشهر الثاني وتختم الشهر الثالث وتنقطع ثلاث سنين، لكان هذا أفساد بكثير من أن تقرأ آية واحدة كل يوم عمرك كله. شيء عظيم جدا. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، والقلة لم يحد فيها حد معلوم، ما قال لك شيء يودي خمسة الآيات ولا عشرة ولا ثمان، ما تيسر، فقرأوا ما تيسر منه. عيش مع كتاب الله كل يوم، خذ لك آية منه، آيتين، ثلاثا، أربعا، خمسا، سمنا، ما استطعت، حزبا، حسب الإقبال ديال القلب ديالك. كان لديك إقبال فأتمم، كمل الجزء، لم يكن افتح المصحف، ما تسده في خطرة تقول هذا النار راني كسلان عجزان ما نقراش. افتح المصحف، تدبر، خذ آية، خرج بها من دارك، عيش بها يومك، في عملك، في سيرك، في الطرقات، يعصمك بإذن الله من كثير من الضلالات. ثم بعد ذلك خاتمة هذا الباب الاستقامة، الالتزام بالسنة. ولكن كيف؟ السنة واسعة وعريضة، فكيف تلتزم بالسنة؟ مفتاح ذلك، شد المفتاح في يدك، وبعد ذلك ييسر الله لك المداخل والمجالات. مفتاح السنة حاجة واحدة، ومع الأسف كثير من الناس غلطين في المفتاح، يتسروا في كثير من كتب السنة والباب ما دخل منه. واتوا البيوت من بوابها. أما باب السنة فهو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق، تخلق بأخلاقه، تحلم بحلمه، هذا الباب. والخلق النبوي موجود في شمائله عليه الصلاة والسلام، قرأ الشمائل المحمدية، يعني الأخلاق ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم. والشمائل النبي عليه الصلاة والسلام علم يتحدث فيه العلماء عن أخلاقه وصفاته الخلقية، يعني كيفاش كانت الهيئة دياله والشكل دياله، والخلقية، وهذا محط الالتزام، لأنه ما يمكن شيء تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في لون وجهه وفي عرض كتفيه وفي ترجل شعره، هذا أمر غير، ليس مجال تكليف، ولكن مطلوب منك تقلد في أخلاقه.
أن تتخلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الجانب الأكبر من علم الشمائل، كما في الشفاء للقاضي عياض رحمه الله، وكما في شمائل الترمذي وغير هذا كثير. والأحاديث النبوية في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد إلى آخره فيها أبواب راسخة على الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كثير من كتب المغازي والسير، يعني كيفاش كانت الغزوات ديال النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة ديالو، تما غادي تكتشف الأخلاق ديال هذا الرجل العظيم الذي قال فيه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. خلق النبوي مفتاح كل خير. وإذا قصدت أن تلتزم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كما قصد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، شي مرة مشاو لبيت النبي صلى الله عليه وسلم كيسولوا النساء ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه، فقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. هذه واحدة حاجة مهمة هنا، القرآن هو كتاب الله كما ذكرنا وكما بينا، ورسالة الله إلى العالمين، ولكن انت كي دير تعاشر مع القرآن. القرآن كلام يحتاج منك إلى نموذج عملي، تشوف كيفاش دير تمشي على خطوات القرآن. بوحدك ما تعرفش، تشوف شي واحد قدامك كيمشي على خطوات القرآن، وهذا الذي مشى على خطوات القرآن بل أحسن من مشى على خطوات القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعين منك على كتاب الله تسمع لكلام الله، وعين منك على شكل سير رسول الله على خطوات كتاب الله، فتقلد رسول الله الخطوة تلو الخطوة، تكون إذن من المستقيمين. زبدة السنة النبوية هو هذا المعنى، تخلق بأخلاق رسول الله، هذه الزبدة ديال السنة النبوية. إذا جمع المؤمن كل هذا كان من المستقيمين المطمئنين الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ويبشرون بالجنة التي وعدوا بإذن الله عز وجل. فاللهم اجعلنا من المستقيمين إليك، اللهم اجعلنا من المستقيمين إليك، اللهم اجعلنا من المستقيمين على صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين، وحب من يحبك آمين، من المؤمنين والصديقين والصالحين والشهداء. اللهم آمين، اللهم آمين، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.